ظهورات العذراء مريم في فاطمة. الرؤية الأولى. أثناء الحرب العالمية الأولى ظهرت العذراء مريم فوق شجرة البلوط في فاطمة البرتغال في 13 من أيار عام 1917 لثلاثة أطفال، لوسيا وفرانشيسكو وأخته جاسينتا. فتحت السيدة يديها وكانت أشعة النور الخارجة منهما كأنها تنفذ إلى داخل الأرض. رأينا بحراً عظيماً من النار وكان يبدو كأنه تحت الأرض. وفي هذا البحر كان الشياطين وما يشبه أرواحاً بشرية تشبه جمرات شفافة مسودة برونزية المظهر يطوفون على سطح الحريق. في هذا الظهور كشفت العذراء للأطفال الثلاثة في رؤية مريعة الجحيم، كيف يتألم ويعذب الخطأ فيه. قالت لهم العذراء مريم: ها قد رأيتم الجحيم حيث يذهب الأشرار، فصلوا من أجل إنقاذ آلاف الخطأ الذين يذهبون إلى هناك ومن أجل أن يحل السلام في العالم. الحرب العالمية الأولى على وشك الانتهاء، ولكن إذا لم يتوقف الناس عن أغضاب الله ستحدث حرب عالمية ثانية أسوأ من الأولى. عندما ترون ليلاً يضيئه نور مجهول أعلموا أن هذه هي العلامة التي يعطيها الله، تعلم أنه على وشك أن يعاقب العالم على جرائمه بالحرب والمجاعات واضطهادات الكنيسة والأب الأقدس. الرؤية الأولى أو السر الأول تخص جهنم النار. أكدت العذراء مريم بنفسها الوجود الفعلي والحقيقي لجهنم، وضحدت كذب بعض الكهنة والأساقفة الذين يقولون أن لا وجود لجهنم وأنه لا يوجد عقاب. بل أكدت العذراء مريم في فاطمة أن الكثير من البشر وإن كانوا معمدين سينتهي بهم الأمر في بحيرة النار الأبدية إن لم يتوبوا. سر فاطمة الثاني. قالت العذراء بحنية وحزن عميق: لقد رأيتم جهنم حيث يذهب الخطأ المساكين، ولغرض إنقاذهم يريد الله أن يؤسس في هذا العالم التكرس لقلبي الطاهر. وإذا نفذ ما أقول لكم سيمكن إنقاذ الكثير من الأرواح ويكون هناك سلام. هذه الحرب ستنتهي، أي الحرب العالمية الأولى، ولكن إن لم يتوقف الناس من إغاظة الله فستقوم حرب أخرى في زمن البابا بيوس الحادي عشر. ولما ترون السماء مضاءة بالليل لسبب غير معروف أعلم في حينه أن الله سيعاقب العالم على جرائمه قريبا بالحرب والمجاعات والاضطهادات التي ستأتي على الكنيسة والبابا. ولمنع هذا من الحدوث سوف أطلب تكريس روسيا لقلبي الطاهر. وإذا تم تنفيذ طلبي سوف يكون من الممكن أن تهتدي روسيا ويكون هناك سلام في العالم. وفي حالة عدم حصول ذلك ستنشر روسيا أخطاءها في العالم مسببة حروباً واضطهادات للكنيسة، وسوف يستشهد الأخيار، والبابا سيمر في فترة قاسية وسيباد عدة شعوب.
ولكن في النهاية سينتصر قلبي الطاهر، والبابا سوف يكرس روسيا لي، وستهتدي روسيا ويكون هناك فترة من السلام في العالم. لم يتم التكريس حسب طلب العذراء ويسوع المسيح، والذي أكد هو الآخر للأخت لوسيا أثناء ظهوره لها في الشهر الخامس من سنة 1936. طلب يسوع المسيح من الأخت لوسيا ضرورة تكريس روسيا بالاسم من قبل البابا وجميع المطارنة، كل في كنيسته في جميع أنحاء العالم وفي نفس اليوم والوقت، وفي قداس علني مخصص لهذا الغرض. وعندما سألت لوسيا المسيح وقالت: يا إلهي، ولكني إن قلت للبابا سوف لن يصدقني إلا إذا أوحيت أنت له بذلك بطريقة ما. فقال الرب يسوع: أي نعم البابا، صلي من أجله كثيراً، فهو سيكرس روسيا ولكن سيتأخر كثيراً جداً، وفي الأخير سينقذ قلب مريم الطاهر روسيا وتتوب، لأن لروسيا أمانة أعطيت لها. إن البابا يوحنا بولس الثاني عندما قرأت له هذه الكلمات بعد حادث إطلاق النار عليه، لقد علم البابا بأن التكريس الذي أقامه هو لروسيا الذي تم في 13 من أيار عام 1982 لم يفي بالشروط التي وضعتها العذراء مريم. سر فاطمة الثالث، المخاض الأخير في الكنيسة. إلى يسار العذراء وإلى الأعلى منها رأينا ملاكاً وبيده اليسرى سيفاً ملتهباً، ولما شهره كانت تخرج منه ألسنة نار وكأنها ستحرق الأرض، ولكن هذه الألسنة النارية كانت تخمد بواسطة البهاء الذي كان ينبعث من يد العذراء اليمنى، وأشار الملاك بيده اليمنى باتجاه الأرض ثم صرخ: التوبة، التوبة، التوبة. فرأينا في ضوء شديد الذي هو الله، رأينا ما يشابه لما يرى الناس انعكاسا عندما يمرون أمام المرآة. رأينا أسقفا بملابس بيضاء اعتقدنا أنه البابا، وخلفه مجموعة من الأساقفة والرهبان ورجال ونساء من المؤمنين يصعدون جبلاً شديد الانحدار، والذي في أعلاه كان هناك صليباً كبيراً. وقبل وصوله إلى الأعلى مر البابا وسط مدينة كبيرة نصفها مهدم والنصف الآخر يتقلقل. كان البابا يسير خطوة ثم يقف مملوء من الألم والأسى، وكان يصلي لأرواح الجثث التي يمر بجنبها ويصادفها في طريقه. وعندما وصل البابا إلى قمة الجبل وهو على ركبتيه أسفل الصليب الكبير، أطلق الجنود عليه الرصاص والأسهم، فمات البابا، وكذلك مات بقية الأساقفة والرهبان والرجال والنساء المؤمنين الواحدة تلو الآخرة، وكذلك الكثير من العلمانيين من مختلف المراكز والمراتب.
كان تحت يدي الصليب ملكان بيديهما مرشتان من الكريستال، كانا يجمعان بهما دم الشهداء ويرشان الأرواح وهي في طريقها إلى الله.